أعزائي الطلبة، السلام عليكم. المحاضرة لهذا اليوم عن الديفيوجن ويلدينج، وهي من سلسلة المحاضرات التابعة لطريقة السوليد ستيت ويلدينج، وهي تعطى بالاعتماد على مصدر جون لابود اللي هو ويلدينج ميتالورجي اند ويلدابيلتي اوف سوليد ستيت ويلدينج. حقيقة هنا عندنا طريقة الديفيوجن ويلدينج مثل ما قلنا هي أحد طرق السوليد ستيت، وتمتاز هذه الطريقة طبعا أنه مثل ما معرفة بالعنوان أنه تعتمد على الديفيوجن. فبهيك حالة أنه بما أنه تعتمد على الديفيوجن، إذن هذه الطريقة تحتاج إلى درجات حرارية جدا عالية. لهذا نقول انه على هاي الطريقة accomplished by heating two components to elevated temperature. اذا ال elevated temperature قلنا هي شرط او احد الشروط الاساسية لعملية الديفيوجن. الديفيوجن يحتاج الى high temperature ويحتاج الى time، ولهذا السبب نلاحظ انه اول شرط مهم انه ال two components to be welded together must be heated to elevated temperature. وبعد ايضا نقول انه يكون ان انتيميت كونتاكت، يعني الكومبوننت اللي نريد نلحمهن يكون على تماس مباشر وبدون اي نقدر نقول شوائب، وبدون اي فواصل ما بين السيرفيسز، وبدون اي فراغات ايضا. فبهيك حالة نقول انه الشروط الأساسية تعرفنا عليها بالبداية هي الـ elevated temperature والـ intimate contact. ايضا من شروط الـ diffusion بصورة عامة والـ diffusion welding بصورة خاصة عندنا انه الـ long times، حتى اسمح بعملية الـ diffusion الانتشار بين الذرات لازم يكون عندي هنا long time، وايضا هذا اللونج تايم يكون بالاضافه الى الاليفيتد تمبرشر. احنا قلنا لان هي تحتاج الى الاليفيتد تمبرشر، اضافه لها يكون اللونج تايمز. وبهيك حاله هنا اللونج تايمز راح يكون لازم بمصاحبه الفاكيوم او شيلدنج غاز. ليش هنا نحتاج الى بروتكتيف اتموسفير وفاكيوم بعمليه الديفيوجن بوندينج؟ مثل ما قلنا انه شرط الانتيميت كونتاكت، لاحظ انه شيء مرتبط بشيء. من قلنا elevated temperature، elevated temperature راح تحتاج لنا تايم، ومن قلنا انتيميت كونتاكت، الانتيميت كونتاكت راح يحتاج الى الشرط الاخر وهو يا اما فاكيوم يا اما بروتكتيف اتموسفير. يعني شنو نحتاج؟ مثلا شيلدنج غازز، مثل عندنا الارجون او الهيليوم. ليش هنا؟ هنا ذني الغازز راح يعملن على prevent oxidation. احنا قلنا انه الاسطح هاي يكون ماكو اي فواصل ما بينها، تعتبر شوائب وتمنع عملية الاتصال المباشر الانتيميت كونتاكت. فالاكسيديشن هو احد هذه الشوائب، يعني طبقة اوكسايد. فهنا طبقة الاوكسايد حتى نمنعها من الانترفيس اللي هو قلنا الانترفيس اللي هو يكون الاسطح المتقابلة، الوجه بيناتهم يسموه الانترفيس، الوجه الداخلي. فهنا لازم احنا نكون نمنع الاكسيديشن، ونعرف احنا الاكسيديشن يكون ات اليفيتد تمبرشر، فبهيك حاله نحتاج الى بروتكتيف اتموسفير. هنا عندنا الشرط الاخر اللي المفروض متواجد عندنا هو البريشر. البريشر بصوره عامه يعني يسلط بنقول يعني predetermined degree او ماجنتيود. ليش هنا؟ حتى يسوي عملية ما يسمى بالديفورميشن. لان هسه نلاحظ انه انا حتى يصير عندي ديفيوجن يكون عندي ديفورميشن، ونوصل الى حد البلاستيك ديفورميشن ما بين الجرين باوندريز حتى اتغلب على راح نشوفه ان شاء الله شوائب موجودة لازم تكون موجودة، يعني هاي ما نقدر نتخلص منها، قد تسوي فت فراغات مايكروية. فالبريشر هذا اذا يكون مسلط بالاضافه الى الاليفيتد تمبرشر، بالاضافه الى اللونج تايم، بالاضافه الى الانتيميت كونتاكت، كلها توجذر تعتبر عوامل تساعد بعمليه الديفيوجن بوندينج او الديفيوجن ويلدينج.
فإن شاء الله هتكون هذه الفقرة أو الباراجراف هذا يكون مهم وطانة العوامل الأساسية اللي من خلالها ممكن أن نحصل على الديفيوجن. نعددها مرة أخرى، هي عندنا الإليفيتد تمبريتشر. عادة الإليفيتد تمبريتشر المقصود بها بالاعتماد على المادة، يعني عادة تكون من 70 إلى ممكن توصل إلى حتى 90% من الميلتينج بوينت مال الماده. ما نوصل كون للميلتينج بوينت، نعرف احنا كل لازم تحت الميلتينج تمبريتشر ونبقى بالسولد ستيت. فهنا عندنا الاليفيتد تمبريتشر، عندنا اللونج تايم، عندنا الكلين كلين سيرفيس، وعندنا البروتكتيف اتموسفير والانتيميت كونتاكت ان اديشن تو بريشر. زين، هنا عندنا يقول على الرغم من انه الانترفيسز ان انتيميت كونتاكت مست بي ماكروسكوبيكالي فلات، يعني الحد الماكروسكوب اشوفها المفروض تكون فلات، يعني من اجيب سطح على سطح المفروض ماكو اي نتوءات. هذه النتوءات قد تتمثل بشوائب، قد تتمثل باي شيء ممكن انه يخلي لي انه الاسطح ما 100% متلاصقه. فالحد الماكروسكوب، فهنا على الرغم من هذا يقول at the microscopic level they exhibit surface roughness. شوف هنا راح يدخل عندنا حتى roughness ما surface راح يأثر على عملية diffusion welding. أوكي، لأن هذا راح يؤدي إلى تكون نتوءات نسميها الأسبرتيز. هذه النتوءات عبارة عن قمم مثل قمم الجبال اللي أنا رسمتها هسا، كأنما تكون يعني تمنع الانتيميت كونتاكت، تمنع الماكروسكوبيكالي فلات سيرفيسز. فهنا يقول على الرغم من انه الفلاتنس المطلوبه تكون عندنا بعض الرفنس اللي تكون عندي الاسبيرتيز. يقول هاي الاسبيرتيز راح تسوي limitation element للcomplete interfacial contact، يعني راح تمنع ال 100% contact. طبعا نشوفها بشكل 264، هذا هنا أنا راح نلاحظ انه عندنا هذه الاسبيرتيز. اوكي، هذه الاسبيرتيز هنا أنا موجودة نتيجة الرفنس of surfaces، هنا أنا راح تمنع ال 100% interfacial contact. راح تسوي اذني pores، فراغات. فهنا شو مسميها بهذا الفيجر الماكروسكوبيك فيتشرز اوف ديفيوجن ويلد انترفيس بيرر تو بوندينج، راح نلاحظ بها البورز، راح نلاحظ بها الاسبيرتيز. هذه المشكله. فهنا عندنا يقول ذيس اسبيرتيز اندرجو هاي لوكال ستريس وين تو سيرفيسز ار سبجكتد تو مودريت لود. احنا مو قلنا لازم بالديفيوجن بوندينج او ويلدينج انه احتاج الى بريشر. البريشر هنا من راح يتسلط، لاحظ هاي الفورس. اوكي، راح وين يكون اكثر ستريس اللي هو الفورس اوفر كروس سكشن اريا اوف ذيس اسبيرتيز، راح يكون هنا، صح لو لا؟ بذني الاسطح المتقابله ما بين الاسبيرتيز. فبهيك حاله نلاحظ انه هنا وايضا هنا نلاحظ هذه كلها راح تكون بها الضغط مسلط اكثر شيء بهذه المناطق. ليش؟ لانه هاي بصوره عباره عن ان اريا واللي هي يصير بها كونتاكت وقاعد يصير ديستريبيوشن اوفر اسبيرتيز بيكس، لان هو اللي راح يتحمل هنا اللود الاكثر، لان راح يسلط اللود، الفراغات تبقى فراغات موجودة ما راح يصير بها لود، واللود راح يتسلط ويتركز بهذه المناطق اللي سميناها الاسبيرتيز. فبالتالي هنا راح يكون الستريس عليها انه مثل ما قلنا الفورس الابلايد فورس ديفايدد باي ذا كروس سكشن اريا اوف اسبيرتيز. هنا الستريس از ديتيرمند باي ذا ابلايد فورس ديفايدد باي ذا اريا اوف كونتاكت، مثل ما قلنا اللي هي الاريا اوف اسبيرتيز. وبالتالي هنا نلاحظ انه عملية الديفيوجن من المهم جدا انه اسلط ضغط كافي بحيث يتغلب على هذه القمم، هنا على هذه القمم البيكس، ويؤدي الى انه الفراغات تقل مثل ما راح ناخذ بهذا الشكل، الى ان يصير عندنا
الكونتاكت، خلينا نجي هنا قبل ما نشوف الشكل النهائي، الى ان يكون الكونتاكت تقريبا 100% الا شيء بسيط، وحتى يصير عندي عمليه الديفيوجن بوندينج. هنا عندنا هذا الشكل مثل ما قلنا، يبين عندي هذا الستيجز المراحل اللي تمثل عمليه الديفيوجن والدينج، بحيث هنا عندنا المرحله الاولى اللي يكون بها بدايه التماس اول ما نخلي العينات قبل عمليه الديفيوجن، يعني ما تبدي قبل ما نخلي العينه داخل الفرن. فهنا يقول الاسبارتيز كم انتو كونتاكت، بعدها الفيرست ستيج من تبدي عمليه صعود درجه الحراره الى الديفيوجن، ومن تبدي عمليه انه اعطاء وقت لعمليه الديفيوجن اضافه الى تواجد البروتكتيف اتموسفير والبريشر الكافي sufficient pressure. هنا راح نلاحظ انه تبدي يصير عندي ديفورميشن بمن هنا راح يصير، لانه الضغط هنا راح يسلط مثل ما قلنا اساسا على الاسبيرتيز، بالتالي راح يصير عندي ديفورميشن بهاي الاسبيرتيز الى ان تبدي تختفي. فهنا يقول هنا عندي first stage deformation and interfacial boundary formation، يبدي deformation يصير عندي بالاسبيرتيز بيكس، وبالتالي راح يصير عندي تماس حقيقي وبداية الباوندري فورميشن هنا. بعدين هنا المرحلة الثانية من طبعا تبقى في درجة الحرارة واللونج تايم، راح يصير عندي انه جرين باوندري مايجريشن، تبدي يصير يعني تفاعل وتناقل ما بين الجرين باوندري، بحيث مو مثل هنا عندي هذا الحد الفاصل اسميه الانترفيشال لاين او الانترفيس، لا وانما هذا راح يختفي وتبدي تتداخل الجرينز بسبب هجرة الذرات. فبالتالي هذا ايضا راح يقلل لي من البورز الموجودة، ذني البورز ذني عبارة عن هاي بور، فبالتالي هاي البور ايش راح يصير بيها البورز من يصير عندي داخل بالجرينز، راح يصير عندي ماجريشن بين الحبيبات، يصير عندي هنا انه ذني البورز راح تقل، فهنا نسميها بور اليمينيشن. بالمرحله الاخيره الثالثه راح نلاحظ انه كانما يصير الجزئين اللي كانوا هنا، نلاحظ ذني هذا بارت 1 كانما هذا بارت 2 او الكومبوننت 1 كومبوننت 2 خلينا نسميهن، يكون هنا عباره عن قطعه واحده واختفت كل البورز عدا هاي مثلا، فبالتالي صار كأنما عندي diffusion bonding كاملة، وصارت two components عبارة عن components واحد، وهذه هي من ميزة diffusion bonding إنه القطع الملحومة تكون عبالك وكأنما هي عبارة عن قطعة واحدة. هنا خليني نجي نقرأ اللي قبل شوية شرحته بهذا الشكل عن الاسبيرتيز ديفورميشن والانترفيشال كونتاكت، وايضا اللي صار عندي المايجريشن اوف باوندري. فهنا راح نلاحظ انه يقول as a result of high stress، قصده الستريس اللي يسلط نتيجه البريشر، the asperities اللي هي متحمله البريشر هذا، ذني الاسبيرتيز اللي هاي الاسبيرتيز ذني، شو يقول؟ يقول هنا سستين بالبداية يكون إلاستيك ديفورميشن، وإذا صار عندي لود أعلى يتحول هذا الإلاستيك ديفورميشن إلى بلاستيك ديفورميشن. مثل ما نعرف إحنا الإلاستيك ديفورميشن يكون تيمبراري مؤقت يزول بزوال الضغط، إحنا شو نريد؟ الفورس يكون أكثر بحيث يسوي بلاستيك ديفورميشن حتى يكون بيرمننت وليس تيمبراري. اوكي، فبالتالي انه الماتيريال لازم نوصله الى مرحله البلاستيك ديفورميشن، ليش؟ حتى نقدر نقول انه ما يرجع الى شكله الاصلي، وبالتالي كان ما احنا كل شيء يعني ما مسوين، فما يرجع الى الاوريجينال شيب. فهنا يقول to achieve successful or satisfactory diffusion weld، يقول there are conditions to be applied،
شنية الكونديشن ذني؟ أول شيء الميكانيكال انتيميسي أو ذا فاينج سيرفيسز، هذا اللي قلنا إنه وجود يعني هنا شنو الألفة الميكانيكية، يعني قدر الإمكان إنه أنا تكون عندي الأسطح نظيفة ما بيها يعني رفنس عالي، ما بيها أوكسيديشن أو الانتيميت كونتاكت، وأيضا البريشر كافي بحيث يسوي البلاستيك ديفورميشن. بعد عندي الديستريبيوشن and dispersion of surface contaminants، قدر الإمكان قلة الأكسيديشن والكونتامينيتس قدر الإمكان، وإذا وجدت أنه الضغط يكون مسلط بصورة صحيحة ومتساوية، وأيضا أوفر شيلدنج غاز بحيث ما تزداد الأكسيديشن والكونتامينيشن، تكون مسيطر عليها حتى يكون توزيعها بصورة متساوية، بالتالي ممكن أتغلب عليها بواسطة الضغط مثل ما شفنا قبل شوية هنا، وبالتالي هذا الضغط راح يؤدي إلى أنه تختفي ذني الأسبيريتيز ناتجة عن الأكسيديشن والكونتامينيشن، ويصير عندي الكونتاكت الحقيقي اللي يؤدي إلى البرفكت ديفيوجن بوندينج. فهنا يقول this illustrates in figure 265 اللي هو هذا الفيجر شلون يبين لنا شلون شوي شوي يتغلب على البورز والكونتامينيشن اللي موجود. يقول هنا the deformation may be temperature and time dependent، يعني مثل ما نعرف احنا الديفورميشن اضافة يقول بالديفيوجن هو ما راح يعتمد فقط على البريشر، وانا ما راح تكون عوامل اخرى بطريقة الديفيوجن ويلدينج تأثر على هذا الديفورميشن وعلى أهميته. احنا شفنا أهمية الديفورميشن بالديفيوجن ويلدينج انه راح يقضي على اي يعني ذني سميناها البيكس او الاسبيريتيز، يعني اللي راح تمنع الانتيميت كونتاكت، وبالتالي تسوي بورز فراغات تمنع الديفيوجن بوندينج ان يكون بصورة صحيحة. اوكي، فيقول اضافه الى البريشر انه ديفورميشن بالديفيوجن بوندينج ماي ديبندز اوكي على منو، على التمبريتشر اند تايم. فبالتالي يقول هذا راح يكون اشبه بالكريب. الكريب عندنا احنا يعتمد على التايم والتمبريتشر اضافه الى اللود. اوكي، فبالتالي يقول هنا أنا عندنا الستيج 2 انكلودز باوندري مايجريشن، مثل ما قلنا راح يصير عندي حجره كانها ما بالباوندري، راح يكون تداخل ما بيناتهم الجرين باوندريز اللي موجوده بالكومبوننت 1 وكومبوننت 2، يصير تداخل ما بيناتهم وحجره، بالتالي راح ممكن يصير عندي ريكسلايزيشن ايضا، ويصير عندي شنو انه البور سايز راح يصير بيهن راح يقلن. لاحظ هنا عندي البورز هنا أكثر، شوف هنا هذه الفراغات الموجودة اعتبرها بورز، هنا بدأ يقل شوي شوية، هنا عددهم بدأ يقل، وهنا نهائيا تقريبا قل عندي بور إلا عدا واحدة. فهنا هذه عملية التمبريتشر والتايم أدت إلى أنه بالستيج 2 يصير عندي باوندري مايجريشن، يصير عندي ريكسلايزيشن، ويصير عندي ريدكشن بالبور سايز. فبالتالي راح يأهل أنه نوصل للمرحلة الثالثة اللي هي راح يصير بيها بولك ديفيوجن. اوكي، راح يصير عندي بلك ديفيوجن، وايضا راح تكون حتى الاوكسايد والكونتامينيس راح يصير بها ديسوليوشن، الذوب وتنتهي، وبالتالي يصير عندي ايضا ريدكشن مثل ما قلنا بالبور سايز. هاي كلها تؤدي الى انه يصير عندي بهالشكل هذا. لهذا السبب يقول صار عندي ديفيوجن وبور سايز اليمينيشن او ريدكشن. هنا انه يقول if the diffusion weld is properly made، مثل ما قلنا تحققت العوامل اللي قلنا عليها، there may be no distinguishing features at the bond line، يعني هنا تصير تقريبا الكومبوننتس عبارة عن قطعة واحدة، حتى ما نقدر نميز جزء حتى بالمايكروسكوب، ما نقدر نميز انه اكو فراغ اكو حد ما بين القطعتين، يعني مو مثل بقية انواع اللحام العادي. اوكي، فبالتالي يقول in some cases there may be oxides، maybe يعني يصير oxides اللي هي راح تدل على وين موجود مكان الاوريجينال بوند، يعني ليلا هذا البوند، طبعا هذا الفراغ احنا نسميه كنا بالويلدنج نسميه الويلد انترفيس، ممكن هنا نسميه ويلد او نسميه شنو ويلد او نسميه
بوندينج لأن هو ديفيوجن بوندينج انترفيس. ليش طبعا هي تسمى بوندينج؟ لأن اللي يصير هو عبارة عن اندماج ما بين الحبيبات أوكي، وليس ويلدينج حقيقي، لهذا يسموه ديفيوجن بوندينج أوكي. فهذا الخط ما يبين هنا، يعني هنا أكو انترفيس ماكو، جزء هاي يدل على أنه احتمال كان أكو هنا هو المكان مال أوريجينال بوندينج انترفيس. يعني هالقد ما هي بيرفكت ممكن حتى ما يبين، احتمال بعض إذا تكونت بعض سهايل بور أوكسيديشن شوائب أخرى تدل على مكان اللي كان موجود به البوندينج، وإلا ما يبين، وكأنه ما يبين عبارة عن قطعة واحدة. شلون سهنا هذا الجزء إلى اللحظة ما يبين أكو فرق ما بين الكومبوننت 1 والكومبوننت 2. فهنا في حالة خاصة السيميلر ويلدينج يقول إن سيتويشن وير ديسيميلر ميتالز، ديسيميلر ميتال يعني معدن غير متشابه، ألمنيوم مثلث ستيل مثلا على سبيل المثال، نيكل ستيل تيتانيوم كذا. فهنا شو يصير عندي؟ هنا عندي سيميلر ميتالز يصير عندي حالات انه الكومبوزيشن ان جريدينت، يعني يصير عندي بعض السيجريجيشن، بعض الكيميكال كومبوزيشن اللي يعني تتجمع مع بعضها تؤدي الى شنو؟ يؤدي الى هذا، يؤدي الى الانتر ديفيوجن زون. شنو ذن الانتر ديفيوجن زون؟ ذن الانتر ديفيوجن زون تؤدي الى ظهور مركبات ايضا تعتبر شوائب وتعيق عمليه البيرفكت ديفيوجن بوندينج. فهنا يقول depending on material system، يعني اكو عندنا مثلا تيتانيوم كوبر تيتانيوم ايرون، راح يظهر عندي احد هذه الشوائب المهمه واللي تؤذي الميكانيكال بروبرتيز، يعني تاثر بصوره سلبيه على الميكانيكال بروبرتيز مال ملحومه، هي ظهور الانترميتاليك كومباوند. نعرف احنا شنو الانترميتاليك كومباوند؟ هي عباره عن مركبات هشه اوكي، اذا ظهرت بصوره كبيره اوكي تؤدي الى انه زياده الصلاده وبنفس الوقت زياده الهشاشيه بالمنطقه اللي تظهر بها، بالتالي تقلل من التفنس، يعني يصير عندي reduction in welded parts toughness. ليش؟ هاي بسبب ظهور الانتر ميتاليك كومباوندز او يسموها الانتر ميتاليكس. شو كنت تظهر هاي؟ عندنا شرط الظهور مالتها هو عندي dissimilar material to be welded. مو كل الماتيريال together يسوي intermetallic يعني compound، إلا بعض الماتيريال على سبيل المثال تيتانيوم ويا الأيرون يصير بي intermetallic compound أوكي. فلهذا هنا نش قال بالاعتماد على الماتيريال system، وبالتالي يقول this may lead to formation of intermetallic compounds. وقلنا شنو الضرر؟ وإذا ظهرت الضرر إنه يدي reduction للميكانيكال properties، reduction of toughness، لأن يأثر على ductility. فبهيك حالة شنو الحل لهذه المشكلة إذا صارت؟ يقول in some cases interlayer materials may be introduced that prevent interdiffusion and suppress intermetallic compound. يعني يخلي فد معدن ثالث وسطي ما بيناتهم يمنع الاتصال المباشر بين المعدنين، ويكون حلقة وسطية ما بين الكومبوننت 1 هنا وكومبوننت 2، هاي كومبوننت 1 وكومبوننت 2، اجيب هنا الكومبوننت 3 خليه هنا بالنص ما بيناتهم، هاي هنا راح تمنع الاتصال المباشر ما بين ال1 وال2 اوكي. فبالتالي راح تمنع او تقدر نقول نقلل من ظهور ما يسمى بالانترميتاليك كومباوند فورميشن. يعني جوز تظهر اوكي هاي انترميتاليك كومباوند، ما تمنع 100% عدم الاتصال المباشر ما بين كومبوننت 1 وكومبوننت 2، لكن راح تحد من هذا التقارب والاتصال ما بين المعدنين او المادتين، بالتالي ينحصر الحجم مال انترميتاليك كومباوند وممكن يكون غير مؤثر
كل ما عندنا احنا الانتر ميتاليك كومباوند لاير، هاي احنا طبعا بالبحوث الانتر ميتاليك كومباوند هذا من يتكون، يكون على شكل لاير يعني طبقة. كل ما كانت هذه الطبقة كانت thin هاي اوكي maybe acceptable، بس اذا كانت thick راح تكون non acceptable. هاي هنا maybe يعني مو دائما اوكي، بحيث ما تكون تأثر على toughness بصورة كلش سلبية، ممكن نوعا ما تأثر لكن بصورة قليلة، فتكون مقبولة في حدود الابليكيشن الابليكيشن اللي تستخدم به هذه الكومبوننت. هنا نشوف تطبيقات كثيرة تستخدم أو تستخدم بها الأجزاء اللي ملحومة بواسطة الديفيوجن بوندينج. على سبيل المثال نلاحظ هنا أجزاء من الطيارة أو هذه الطيارة وطائرة، نشوف أنه بها هواي من الأجزاء هنا مصنوعة بعملية الديفيوجن بوندينج، وخاصة إذا كانت بها ديسيميلر ماتيريال ممكن نستفاد من هذه الطريقة. نعم، عندنا بعض الفيديوهات اللي ممكن من خلالها نتعرف أكثر على طريقة الديفيوجن بوندينج. نلاحظ هسه هاي هنا ميتال بليتس ار ستاكد، شوف هنا نلاحظ انه ذني الطبقات اريد الحمها سوا وتكون عندي طبقة واحدة بهذا السمك. نلاحظ انه دايناميك لود اند هيت ار ابلايد، قلنا لود وهيت وات كنترولد اتموسفير. نلاحظ انه هنا شلون راح يصير عندي الاسبيريتيز من بالوسط تقل ويصير عندي المايجريشن اوف جرينز، وبالتالي راح يصير لكم تو كومبوننت عباره عن كومبوننت واحد، وكانما صار عندي كوتينج ا سوليد بوندد ديفايس كرييتينج سوري ا سوليد بوندد ديفايس، فكان صارت عباره عن كومبوننت وحده بعد ما كانت عباره عن عده طبقات. هنا نلاحظ شلون انه صارت عباره عن كومبوننت واحد، ما نقدر انه نميز هاي الطبقات ونفصلها عن بعضها. هنا أنا أيضا عندي فيديو آخر نشوفه يخص هذه الطريقة. لاحظ ذني two components إنه خاصة ذني يكون يعني مصنوعة من أي معدن كان أو حتى لو من البلاستيك ممكن أسوي الديفيوجن، لكن بالاعتماد على درجة الحرارة المناسبة والضغط المناسب والأتموسفير المناسب. تشوف هنا أنا خلاهن together بهذا الكونتينر، غطاهن ودخلهن بهذا الفرن. طبعا سلط عليهم ضغط يعني مناسب بواسطة ذني الحلقات او ذني الاقراص المعدنية، خلاهن بهذا الفرن. وهنا طبعا يكون اندر فاكيوم او شيلدينج غاز حسب، يعني بين هنا الفرن ممكن يكون به شيلدينج. هنا نلاحظ بعد الوقت المناسب يطلع العينات من هذا الكونتينر، لأن هذا هنا حار طلع بهاي الأداة هنا الماسك راح يفتحه ورا ما يبرد. نلاحظ انه القطعتين بعد هذه بعد الحرارة المناسبة الزمن المناسب والضغط المناسب صارن عبارة عن قطعة واحدة صافية. ما ممكن حتى بالميكروسكوب ممكن نشوف اكو فراغات او فرق، وحتى ما نقدر نشوف مكان اللي سميناه البوندينج انترفيس الا اذا كانت اكو شوائب موجودة مثل الاكسيديشن. هاي هنا صارت عبارة عن قطعة واحدة. اكو هواية من الكومبوننت مصنوعة بطريقة الديفيوجن بوندينج وتعتبر طريقة ممتازة، لكن اكيد من عيوبها انه هي تعتبر مكلفة هم كوست، لان يحتاج لها قلنا فاكيوم، يحتاج لها شيلدينج غاز، هاي اريد تحرفوها اتلو كانت ما مكتوبة هنا بالمحاضرة، تعتبر كوستلي، تحتاج الى فاكيوم، تحتاج الى شيلدينج غاز، اضافة الى انه اذا الى الكوست يعني راح تكون ايضا ليميتد ان يوز، يعني ما راح نقدر نستخدمها باي مكان، مو بورتابل، مو بسهوله اجي استخدمها، لازم موجوده بمكان واحد، لان يحتاج الى فرن وهذا الفرن يحتاج له اما شيلدينج غاز او فاكيوم.
إضافة إلى هذا أنه ما دام نحتاج إحنا القطعة نخليها داخل الفرن، إذن ما راح نقدر نستخدمها للقطع الكبيرة، فقط قطع صغيرة. وهي تعتبر أيضا من المحددات. أيضا عندنا شغلة أخرى، عندنا قضية أنه ما أقدر أستخدمها إلى المعادن اللي تكون يعني تحتاج إلى ميكانيكال بروبرتيز كلش عالية، وما أقدر أستخدمها إلى الملحومات اللي الابلكيشن مالتها يكون بدرجات عالية، لأن هذا راح يؤدي إلى أنه تروح البوندق مرة ثانية وتنحل وترجع أنه ما ملحومة، لأن راح ينفك اللحام نتيجة درجات الحرارة العالية. فيعني هذه المحددات اللي تكون خاصة بعملية الديفيوجن ويلدينج، أو نسميها ديفيوجن بوندينج.